اتفقت الشركة المنتجة لمسرحية تياترو مصر مع الفنان الكوميدي أحمد فتحي على الظهور في الموسم الجديد من العرض المسرحي الشهير. وجه الاتفاق مع فتحي بعد اعتذار الفنان أحمد رزق عن المشاركة في المسرحية اللي انضم لفريق عملها من أيام قليلة، وهيتم استئناف البروفات قريب جدا لبدء عرض المسرحية خلال الفترة القليلة اللي جايه.